وليعلم وهي قاعدة أن كرامات الأولياء التي يؤيد الله عز وجل بها أولياءه لا تكون إلا بطريق الإيمان والهداية واتباع الشرع، لا بالشركيات ولا بالابتداع في شرع الله عز وجل. ولذا قد يجعل الله عز وجل هذه الأشياء إما من بشر أو من جمادات يجعلها فتنة وابتلاء واختبارا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من أنه قد يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب من يسمعه وشخص يراه مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه. قال وهذا يرى عند قبور الأنبياء وقبور غيرهم. قال وإنما هو شيطان، فالشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ الفلاني ويكون كاذبا في ذلك. قال وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. يقول والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه هو المقبور أو أنه النبي أو أنه ذلك الرجل الصالح. فيقول إذا كانت الشياطين، يعني قد يسلط الله عز وجل الشياطين فيبتلي هؤلاء ببعض هذه الأشياء التي هي في صورتها من الدين، فيقول إذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم السلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، لكن ماذا قال؟ فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف بمن هو دون الأنبياء؟ أما من ابتدع دينا لم يشرعه الله عز وجل فترك ما أمر به من عبادة الله واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا تتلاعب به الشياطين. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.